عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية معنا في أم درمان بالسودان. وحيك عثمان. إذن محاولات من الولايات المتحدة الأمريكية للتحذير أو الضغط على مجلس الأمن لمحاولة إيصال المساعدات للذين يعانون من سوء تغذية في السودان نتيجة لما حدث فيها من حرب، فكيف يبدو هذا المسار مستمر، أو هل بدأ فعلا هذا المسار لإيصال المساعدات؟ نعم حساني، الأمم المتحدة تقول أنه هنالك 25 مليون سوداني يعاني من الجوع، أي نصف سكان جمهورية السودان. تقول أيضا 8 ملايين نزحوا ولجوا إلى دول أخرى. هنالك أوضاع معقدة جدا في النواحي الإنسانية حساني، خصوصا في الولايات التي شهدت عمليات نزوح كبيرة مثل ولاية الخرطوم وولاية قرمي دارفور وولاية الجزيرة. هذه الولايات تأثر كثيرا بعمليات النزوح، سكان فروا إلى مناطق أخرى أكثر أمنا داخل السودان، وكذلك فروا إلى دول مجاورة مثل جمهورية مصر العربية ودولة تشاد ودول أخرى أيضا ذهب إليها سكان فرارا من الحرب. المساعدة الإنسانية تأتي يمكن لمناطق العاصمة، لمناطق شمال الخرطوم، هذه المناطق يبسط الجيش عليه سيطرتها التامة، ولكن هنالك مناطق في جنوب الخرطوم ومناطق شرق النيل ومناطق الخرطوم البحري تعاني معاناة كبيرة في عدم وجود ممرات آمنة لإدخال الإبقاسة التي جاءت من بعض الدول. أيضا هنالك مشكلة كبيرة جدا في معسكرات النزوح في ولايات دارفور، سواء كان ذلك في ولاية شمال دارفور أو غرب دارفور أو جنوب دارفور أو وسط دارفور. هنالك معاناة كبيرة جدا للسكان في الحصول على الغذاء وكذلك في الحصول على الدواء. الولايات المتحدة الأمريكية عبر ليندا توماس مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الأمن قالت إنها ستضغط على رئيس الأمن لدخول المواد الإقاسية عن طريق دولة تشاد، الناس ستضغط على ذلك على الجيش السوداني، لكن الحكومة السودانية من قبل قالت إنها تتعاون في إدخال الإقاسة إلى المناطق المتضررة، ولكن هنالك معيقات تفرضها ميليشيا الدعم السريع على مناطق سيطرتها. ميليشيا الدعم السريع من قبل اعترض على مخزن برنامج الغذاء العالم بيوديس والمدني ونهبت مغارب أكثر من مليون وطن نصف من المواد الغذائية ودمرت المستشفيات التي كان يجهى الإمداد الدوائي. هنالك معاناة أيضا كبيرة جدا في القطاع الصحي، الناس هنا يحتاجون في سواء في العاصمة أو في مدن أخرى متأثرة بالصراع إلى الأدوية المنقذة للحياة. الكثير من الناس باتوا يموتون بسبب عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة، خصوصا أدوية السرطان وأدوية ضغط الدم وأدوية السكري. الأوضاع معقدة وتحتاج إلى تدخل كبير. هناك تحذيرات من أن أيضا يطال الجوع 5 ملايين مواطن سوداني. هناك أيضا يا حساني مشكلة كبيرة يجب أن أشير إليها، دخول الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة. هي الولاية الأولى في الزراعة بالسودان، لم تم تدمير المشاريع الزراعية وتم نهب المخزون الغذائي في هذه الولاية التي تعتبر هي شريان غذائي كبير جدا للسودان. هذه طب عثمان، يعني إذا أنت تتحدث هنا عن تتحدث عثمان عن العاجل أو المساعدات العاجلة يحتاجوها هؤلاء السودانيون في مناطق متفرقة، وخاصة حتى في ولايات كبيرة كما قلت في الخرطوم وأم درمان ولاية الجزيرة، يعني أدوية وأيضا غذاء وغيره، لكن هل يمكن أن تتواجد ممرات إنسانية، يعني يمكن أن تمر منها هذه المساعدات ممرات آمنة، أم أن ميليشيا الدعم السريع قد تقف عائقا أمام دخول هذه المساعدات؟ حساني حكومة الخرطوم اضطرت أن تفتح مكاتب إلى مناطق الخرطوم ومناطق شرق النيل ومناطق الخرطوم بحري ومناطق أم بدة، السكان الذين نزحوا إلى مناطق شمال أم درمان أن يأخذوا الإقاسة من مناطق شمال أم درمان. لماذا ذلك؟ لأن قوات الدعم السريع ترفض أن توفر ممرات آمنة في العاصمة الخرطوم لدخول المواد الغذائية، وكذلك هي تسيطر سيطرة كاملة على ولاية الجزيرة. هذه الولاية تعاني معاناة كبيرة جدا في الحصول على الطعام والحصول على الدواء. هنالك صعوبة كما ذكرت لك في دخول الغذاء في جميع الممرات في العاصمة الخرطوم أو في ولايات دارفور. ممر آمن واحد وحيد هو موجود في العاصمة الخرطوم، الممر الذي يأتي من جمهورية مصر العربية أي من شمال العاصمة الخرطوم. يحتاج إلى إرادة قوية أن يتم توفير ممرات آمنة حتى يتم إنقاذ السكان الذين يعانون من الجوع، سواء كان في مناطق في العاصمة الخرطوم مثل شرق النيل ومناطق جنوب الخرطوم
ومناطق جنوب أمدرمان ومناطق الخرطوم بحر خصوصاً وسط الخرطوم، هناك عدد قليل من السكان موجودين لكنهم في حاجة عاجلة إلى الغذاء وإلى الدواء. نعم يعني عثمان الملحوظ الآن وخاصة فيما يتعلق بكون يتحدث عن حوالي 7 ملايين من النازحين اتجهوا أو فروا خارج، نزحوا في الداخل طبعا السوداني في الولايات المختلفة، وملايين أخرى أيضا نزحوا إلى الدول المجاورة منها مصر وتشاد وغيره. كيف يبدو الحال الآن بالنسبة لهؤلاء الذين ينزحون؟ هناك معاناة كبيرة جدا في مناطق النزوح، هناك ارتفاع كبير جدا في إيجار المساكن، ويتضغط دور الإيواء بالنازحين سواء كان ذلك في ولايات القبارس أو ولاية كسر أو ولاية البحر الأحمر أو ولاية الخرطوم ذاتها. هناك مناطق موفرة للنازحين في دور إيوائية في شمال مدينة أم درمان كبير جدا من دور الإيواء. هناك معاناة كبيرة كما ذكرت، حتى لا تتوفر أسلة للنوم ولا تتوفر ملابس، ما فروا بملابسهم على أجدادهم فقط عندما يتحدث. نعم أشكرك إذن عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، كنت معنا مباشرة، ونعتذر عن عدم وصول الصورة بشكل جيد من المصدر.